ما بين المنتخب اليمني أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي بعد أن حجز مقعده بكل جدارة واستحقاق أمام المنتخب اللبناني في آخر مباراة له في بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين في النسخة العاشرة. هذه المباراة وهذه المواجهة التي ستكون حاضرة بحول الله تعالى هنا في مجمع السعادة الرياضي من مسابقة اتحاد غرب آسيا للناشئين تحت 17 سنة. وبالتالي لدينا اليوم في حراسة المرمى الحارس وسام الصباحي، ولدينا في خط الدفاع عمر عطاوي على الأردن بهدف مقابل لا شيء، ثم بعد ذلك خسر من أمام سوريا بهدف مقابل لا شيء، لكنه في المركز الثاني لديه هدف وحيد واستقبل هدف وحيد وثلاث نقاط، وهنا كرة وهنا محاولة مطالبة بركلة جزاء، لكن حكم المباراة يشير إلى الاستمرارية. الأردن كانت في المركز في المركز الأخير. اللبناني بكل تأكيد جاء في مهمة صعبة جدا بالنسبة للمنتخب اللبناني في هذه البطولة، ومحمد الفران المدرب اللبناني الذي كان له حديث. وهنا لدينا فرصة ولدينا محاولة لكنها تم الاكتفاء بمعسكرات هنا. هذا علي نونو لاعب يعرفه الكل، اللاعب اليمني علي النونو الذي يتواجد أيضا مع منتخب بلادي كما تتواجد الجماهير اليمنية. وبالتالي علي النونو الأسطورة الخالدة لليمن السعيد بكل تأكيد، واحد من المهاجمين من الطراز الفريد. وهنا الكرة ولكنها تصل سهلة عنده، تصل بعد ذلك لمصلحة المنتخب اليمني. عادت هذه الكرة، وصلت بعد ذلك لمصلحة المنتخب اليمني، انطلاقة محاولة فرصة لكن مقطوعة هذه الكرة، تعود هذه الكرة وتعود هذه المحاولة، هاتخذ ولكن مقطوعة والكرة مستمرة، تسديدة ولكن الكرة ذهبت إلى خارج الملعب. خطيرة الكرة الماضية ولكن التسديدة نعم كانت حاضرة، لكن نشاهد لاعبي المنتخب اليمني ولاعب المنتخب اليمني اللاعب رقم 18 سدد الكرة الماضية واللعبة الماضية، وتسديدة كانت حاضرة بكل تأكيد من لاعب المنتخب اليمني اللاعب رقم 18 الذي سدد الكرة الماضية أحمد المشيكي. اللاعب نعم لعب أربع مباريات لم يحقق الانتصار، وتعادل في مباراة، خسر في ثلاث مباريات، سجل فقط هدفين وسجل في مرمى 20 هدف. يا إلهي رقم كبير ورقم يعني بالنسبة للمنتخب. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والكرة الماضية ضاعت على المنتخب اليمني. يا سلام يا سلام يا سلام في الكرة الماضية أحمد المشيكي، أحمد المشيكي في الكرة الماضية سدد الكرة الماضية بعد مراوغة الأول، ثم بعد ذلك التسديد والكرة إلى خارج الخشبات الثلاث، تحولت وذابت إلى ضربة مرمى لمصلحة المنتخب اللبناني. من هذه الكرة ومن هذه المحاولة المنتخب اليمن، لكن الكرة الأرضية لم تكن متقنة لتعود الآن الكرة وتعود المحاولة مستمرة. هذه الكرة لمصلحة المنتخب اليمني، الآن الكرة والمحاولة، لكن الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، هنا مرور وتسديدة، لكن تسديدة أحمد بأنه ينتظره مستقبل. وكما ذكرت اليمن ولادة بالمواهب الرائعة جدا، ومن يتابع كرة القدم اليمنية يعرف ذلك. وهنا الكرة وهنا المحاولة وهنا الإبعاد، ولكن الكرة مستمرة، هذه كرة خطيرة، لكن الكرة الماضية وصلت سهلة، لو مرر في الجهة الأخرى لسجل ربما المنتخب اليمني، لكن لاعب المنتخب اليمني عصام السقاف فضل التسديد، ولاعب المنتخب اليمني كان في الكرة الماضية ليس في حالة تسلل، ولكن عصام السقاف. بالمناسبة منتخب اليمن للمنتخب اللبناني للناشئين لم يسبق له يعني أن شارك في بطولة كأس العالم،
ولا حتى على مستوى كاس آسيا. الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود، يا سلام على الكرة الماضية، يا سلام على هذه الكرة، على هذه اللعبة، وهدف الأول، ولكن أحمد صعب، وبعد ذلك التسديدة، ولكن تضيع، تضيع الكرة الماضية، ضاعت الكرة الماضية. هنا هذه الكرة وهنا هذه المحاولة التي حاول فيها لاعب المنتخب اليمني في الكرة الأولى، ولكن بعد ذلك وصلت عند أحمد المشيكي التسديدة الأولى، كانت من عصام السقاف، لكن كرة عصام. وستودع منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين المقامة في سلطنة عمان وبالتحديد في محافظة ظفار. إذن صافرة حكم المباراة بداية الشوط الثاني، وهنا لقطات تأتينا من اليمني. إذا الكرة الآن تعود، والكرة الآن مستمرة لمصلحة المنتخب اليمني، وهنا كرة وهنا محاولة وهنا فرصة وهنا تسديدة، وتصدي من حارس المرمى، تصدي وردت فعل مثالية كانت حاضرة من حارس مرمى المنتخب اللبناني أحمد صعب، لتعود الآن الكرة وتعود هذه المحاولة، مستمرة الكرة ومستمرة المحاولة، الآن الكرة تعود، المحاولة أيضا تعود، الكرة مستمرة للمنتخب اليمني، الكرة العرضية الملعوبة الرأسية حاضرة، لكن التغطية، اللاعب الذي دخل هو أسامة النوار، اللاعب رقم 4، وهنا الكرة الماضية واللعبة الماضية والتصدي الجميل من حارس المرمى، أيضا اللاعب الآخر اليمني الذي دخل، اللاعب رقم، والمحاولة لمصلحة المنتخب لمصلحة المنتخب اليمني، وهنا الكرة وهنا المحاولة، ولكن التغطية والكرة ما زالت مستمرة، هذه خطيرة، ولكن الكرة بعد ذلك تصطدم في لاعب المنتخب اليمني وتتحول إلى خارج الملعب. المتابع وهو اللاعب محمد حمدان. إذن الكرة الآن تعود، هذه التغييرات، تغييرين نعم حدثت في هذا اللقاء، وخرج اللاعب، وهنا فرصة وهنا فرصة وهنا محاولة، هذه جول، هدف أول يمني، واليمن السعيد يسجل الهدف الأول ويفرح الجماهير اليمنية الحاضرة والمتواجدة. افرحي يا اليمن، اسعدي يا اليمن، واهتزت شباك حارس مرمى منتخب لبنان، هدف أول يأتي بالأفراح اليمنية في مجمع السعادة. نعم السعادة، كل السعادة أتت من لاعب المنتخب اليمني البديل الذي دخل من أجل أن يسجل، وبالتالي مديان الورد يهدي الورد، بل يهدي الهدف الأول لجماهير اليمن، هدف أول بعد لعبة جميلة ورائعة، والمدرجات نعم الآن هي بفرحة يمنية بعد هدف سجله اللاعب اليمني، هدف أول واليمن يتقدم عزيز المتابع بالهدف الأول، لكن بانتظار أن نشاهد لقطة الهدف وكيف جاء الهدف عن طريق اللاعب للمجموعة بشكل أكبر وأكبر، وهو قبل هذه المباراة كان متصدرا، والآن هو أكد الصدارة، والكرة الآن لهدف ثاني، قد نشاهد الهدف الثاني، هنا لدينا الكرة وهنا لدينا المحاولة، الكرة الآن تعود، المحاولة أيضا تعود، والكرة مستمرة بعد ذلك، مستمرة هذه الكرة ومستمرة هذه المحاولة، هدف ثاني قد يأتي، تسديدة حاضرة، وهذا جول، الله 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 الله، يا رهيب يا عجيب، وفي المرمى أكيد، واليمن السعيد سعيد بهذا التقدم بهذه النتيجة، هدف ثاني يأتي عن طريق اللاعب رقم 2 في صفوف المنتخب اليمني ويسجل الثاني، والجماهير اليمنية في فرحة جديدة، في فرحة أخرى، نعم الكرة والهدف الثاني
أتى عن طريق اللاعب عمر. نعم هو من سجل، عمر عطاوي هو من سجل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء قوية 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 في الشباك، والهدف الثاني أتى، واليمن في غضون 3 دقائق سجل هدفين. هذا هو الهدف بعد كرة رائعة جدا أتت من لاعب المنتخب اليمني عمر عطاوي. نعم يعطي الأفضلية، نعم يعطي الهدف الثاني، نعم يسجل الهدف الثاني، والجماهير اليمنية حاضرة وبقوة، واليمن حاضر وبقوة. رغم أنهم كانوا وصيفين للبطولة الماضية في الأردن، لكن الوضع اختلف، وهذه محطة مهمة بالنسبة للمنتخب اللبناني وكل المنتخبات المشاركة في هذه البطولة. وهنا ممكن، ولكن حالة التسلل والكرة نعم في الشباك، وهدف أبيض، لكن لم يحتسب هذا الهدف بالنسبة للاعب المنتخب اللبناني الذي يقول لحكم المباراة بأن الكرة الماضية ليست في حالة تسلل. اللاعب الذي دخل مكان حسن محمود، وأتحدث عن اللاعب اللبناني الذي مر في الكرة الماضية وسدد الكرة الماضية، وهو آدم الحلبي، واحد من اللاعبين المتميزين بالمناسبة مع المنتخب اللبناني في البطولة، لكن غير محظوظ ما سجل، لكنه حاول خصوصا في مباراة منتخبنا الوطني أمام لبنان، كان حاضرا وبقوة واتيحت له العديد من الفرص، لكنه لم يستغل تلك الفرص، وبالتالي يعني صعب المهمة. وهنا لدينا الكرة والمحاولة، والكرة بعد ذلك تعود الكرة، تعود المحاولة، الكرة مستمرة لمصلحة المنتخب. يا سلام يا سلام يا سلام، كيف مر، كيف عبر في الكرة، لاحظ اللاعب عادل عباس، يا سلام يا سلام على هذا اللاعب، لاعب مهاري بالرقم 10. هذا لاحظ 1 2 3 مرة من بين 3 لاعبين، لكن أحمد الصعب قال له أنا موجود، لن تسجل في هذه الليلة في هذا المساء. وحتى الآن المنتخب اليمني يعيش الأفراح في هذا اللقاء وفي هذه المواجهة. الآن الكرة والمحاولة الآن تعود مرة أخرى لمصلحة المنتخب اليمني، سيطرة يمنية ربما تكون بثمانين مقابل 20 نسبة الاستحواذ، وهنا تصدي من حارس المرمى في الكرة الماضية، وكرة أخرى تأتي من مدين الورد. مدين الورد ينثر الإبداع وينثر الورد في هذا هذا اللقاء وفي هذه المباراة. نعم لمسة كبار، نعم فنيات رائعة يقدم.